بعد الشهداء للجرحى الذين فقدوا أيدي أرجل عيون شلل نصفي شلل تام سمع آذان مصائب متعددة في أجسادهم وصبروا وما زالوا وبعضهم قضى شهيدا بعد ذلك وعائلاتهم أيضا الشريفة الصابرة المحتسبة. الشكر للأسرى الذين دخلوا إلى سجون العدو من 82 إلى السجون وإلى المعتقلات والمعتقلات المعروفة أنصار لخيام عتليت وفي السجون الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة وأماكن أخرى من الاعتقالات وتحملوا سنوات طوال وبعضهم قضى في السجون سنوات طويلة جدا وعائلاتهم الشريفة أيضا التي تحملت ذلك. الشكر للمقاتلين للمقاومين لقادتهم الذين أمضوا شبابهم وحياتهم وزهرة شبابهم في ساحات القتال وميادين المواجهة وسهروا وتعبوا وخططوا وأبدعوا وجهدوا وجاهدوا وقاتلوا وسهروا الليالي وحملوا الآلام والقلق والعبء. الشكر للناس لأهلنا الصامدين الصادقين الأوفياء سواء الذين صمدوا في داخل الشريط الحدودي المحتل ولم يغادروا برغم الظروف القاسية، أيضا أهلنا الذين صمدوا في القرى الأمامية والذين تحملوا أعباء المواجهة خلال سنوات طوال خصوصا من 1985 للألفين،